أمامك وخلفك وعن يمينك وعن شمالك يمشون على وجوههم، على وجوههم، ترى رجله لأعلى ووجهه على الأرض، مشهد عجيب. قال الله عز وجل: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، عميا وبكما وصما، مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرة. النبي عليه الصلاة والسلام بيسألوه في رواية الترمذي قال: يحشر الناس يوم القيامة ثلاثة أصناف، صنفا مشاه وصنفا ركبانا وصنفا على وجوه. قالوا: يا رسول الله كيف يحشرون على وجوههم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أوليس الذي أمشاهم في الدنيا على أقدامهم قادر على أن يمشيهم في الآخرة على وجوههم؟ وفي رواية البخاري ومسلم من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم قال: يحشر الكافر يوم القيامة على وجهه، يحشر الكافر يوم القيامة على وجهه. قالوا: يا رسول الله كيف يحشر على وجهه؟ فقال: بأبي هو وأمي وروحي، أوليس الذي أمشاه في الدنيا على قدمين قادرا على أن يمشيه يوم القيامة على وجهه؟ أوليس الذي أمشاه في الدنيا على قدمين قادرا على أن يمشيه يوم القيامة على وجهه؟ قال قتادة: قلت بلى وعزة ربنا، وأنا وأنتم جميعا نقول بلى وعزة ربنا إنه لقادر. مشاهد رهيبة، صنف راكب معزز مكرم، أهل الإيمان، أهل التقى، أهل الاستقامة، أهل التوحيد، أهل الاتباع، وصنف يمشي على قدميه، وصنف يمشي على وجهه. فإذا ما وصلت الخلائق جميعا إلى أرض المحشر، وأرجو بالله عليك أن تعيش معي الليلة بقلبك وسمعك وعقلك وكيانك كله، وأنت ترى البشرية كلها من لدن آدم إلى آخر رجل قامت عليه الساعة تقف في أرض واحدة في موقف واحد، وصلت البشرية إلى أرض المحشر، ثم دنت الشمس من الرؤوس، لا يعلم حقيقة هذه الشمس إلا الله، إلا الله، وإلا فربنا جل وعلا قال: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. قال النبي المختار كما في صحيح مسلم من حديث المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: تدنى، أي تقترب، أي تقترب، تدنى الشمس من الرؤوس بمقدار ميل. يا رب سلم، ميل، أهو ميل المسافة، أهو الميل المسافة المعروفة، أم هو الميل الذي يكتحل به في العين، ميل المكحلة؟ الله أعلم بمراد رسوله. قال: تدنى الشمس من الرؤوس يوم القيامة حتى تكون على رؤوسهم بمقدار ميل، فيغرق الناس في عرقهم كل بحسب عمله، فيغرق الناس في عرقهم على قدر أعمالهم، فمنهم من يبلغ العرق كعبيه، ومنهم من يبلغ العرق ركبتيه، ومنهم من يبلغ العرق وسطه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما ووضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على فيه. يا الله، بعدين يزداد الهم بعد كذا ويزداد الكرب، بعد كل ذلك في كرب تاني أشد. أيوة، ما هو هذا الكرب؟ يؤتى بجهنم، يا رب سلم، بجهنم. وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول: يا ليتني، يا ليتني قدمت لحياتي. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. قال الصادق الذي يصف لنا أهوال هذا اليوم وصفا دقيقا كأننا نراه، قال: بأبي وأمي وروحي، كما في صحيح مسلم، يؤتى بجهنم. يا الله، يؤتى بجهنم، فين؟ إلى أرض المحشر. يؤتى بجهنم لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. الحديث في صحيح مسلم، أنا لا أقول قصة بل أقول حديثا صحيحا في أعلى درجات الصحة. يؤتى بجهنم
لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. يا رب سلم، إذا رأت أيها الأفاضل جهنم الخلائق زفرت وزمجرت غضبا منها لغضب ربها جل جلاله، فإن الحق سبحانه وتعالى يغضب في هذا اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، كما قال رسل الله صلوات الله عليهم أجمعين. يا ربي، شمس فوق الرؤوس، الناس غرقانة في العرق، الناس غرقانة في العرق، جهنم عمالة تزفر وتزمجر غضبا منها لغضب ربها جل وعلا، خلائق في رعب رهيب لا يعلمه. لا أستطيع مهما أتيت أن أبين لحضراتكم شيئا ولو يسيرا من هذا الهول والفزع الذي يصيب البشرية كلها بلا استثناء، حتى الرسل، حتى الرسل، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول بعض الخلائق لبعض: ألا ترون ما أنتم فيه؟ ألا ترون ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعضهم لبعض: ائتوا آدم أبو البشرية، فيأتون آدم اللي بيحكي لنا النبي محمد عليه الصلاة والسلام، شوف بيوصف لنا وصفا دقيقا واضحا، قال عليه الصلاة والسلام: فيأتون آدم فيقولون: يا آدم، أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدت لك. أي كرم هذا؟ خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدت لك، فاشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول آدم أبو البشر الذي نفخ فيه من روح الله، الذي أمر الله الملائكة بالسجود له، فيقول آدم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه قد نهاني عن الشجرة فعصيت، نفسي نفسي نفسي. آدم أيها المسلمون يقول: نفسي 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 نفسي. اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح، قال الحبيب المصطفى، فيأتون نوحا فيقولون: يا نوح، أنت أول رسل الله إلى الأرض، أنت أول الرسل إلى الأرض، فاشفع